أفغانستان أمام تحديات أمنية كثيرة، وحركة طالبان أمام تحديات لإثبات قدرتها على وقف التطرف والإرهاب في البلاد. الحركة تنشر وحدات جديدة من المقاتلين من قواتها الخاصة مع أسلحة أمريكية لتأمين المراكز الأساسية في البلاد، ومن بينها المساجد التي تشهد تجمعات كبيرة. خطوة الحركة تتزامن مع مواصلة تدريب دفعات من المقاتلين تقول إنهم يشكلون نواة لجيش نظامي تعمل على تأسيسه. فهل تنجح هذه الخطوات في ضبط الأمن في البلاد؟ ومتى؟ وهل ستتجه طالبان نحو طلب الدعم الخارجي؟ معنا الآن من كابول مدير المركز الأفغاني للإعلام والدراسات عبد الجبار بهير. أستاذ عبد الجبار، مرحبا بك معنا. الأعمال الهجمات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش خراسان، هو الذي يعترف بمسؤوليته عن هذه الأعمال، مستمرة الآن. تفجير ثاني ضخم في أقل من أسبوع أو شيء من هذا القبيل. حركة طالبان تقول أنها ستسلح وستنشئ قوات خاصة وستقوم بتأمين الحماية. هل الحركة قادرة بالفعل على القيام بذلك؟ من الواضح أن التنظيم ماضي في هذه الهجمات وفي هذه الأعمال، ما رأيك؟ نعم، حركة طالبان بعد أن وصلت إلى الحكم في أفغانستان كان لم تتوقع أن يصل تنظيم داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان على هذه الصورة وبهذه الكثافة لهجماتها واستهدافها في يعني مدن رئيسية، العاصمة الأفغانية كابول وشرق أفغانستان ثم جنوب أفغانستان وقندهار معقل حركة طالبان. لكن تواجد داعش وحركة طالبان كل مرة تقدم وعودها إلى الشعب الأفغاني والمواطن الأفغاني أنها تلاحق تنظيم داعش، وتكرر كذلك وتؤكد على أن داعش ليس خطرا وإنما يعني صداعا وليس خطر، لكن الواقع غير ذلك. داعش أصبح الآن شيئا خطيرا على الواقع الأفغاني وكذلك مخيفا لدى حركة طالبان أو على الأقل لدى الإمارة الإسلامية. كل ما تقوم بتفجيرات حركة تعد المواطن الأفغاني بأنها سوف تقوم بملاحقة من قام بهذه العمليات، لكن ليس هناك أي تفاصيل بعد الانفجار. حركة طالبان بدأت بالتسليح كتائب جديدة، كتيبة منصوري في شمال أفغانستان في مزار الشريف، وبدأ بتعيين رؤساء لفيالق الثمانية التابعة للجيش الأفغاني، لكن وكأن الحركة بدأ من جديد لتسليح الجيش. يعني هو أمر صعب، كان من المتوقع أن يعود الجيش الأفغاني أو المقاتلين في جيش الأفغاني من جديد، لكن بدأت الحركة وكأنها تريد أن يكون جيش الأفغاني جيش جديد وجيش طالباني وليس أفغاني، يعني إن صح التعبير. فبدأ بتعيين رؤساء الفيالق، بتعيين كذلك كتائب في هذه الفيالق، وناشد المقاتلين لجمع جميع العتاد العسكري إلى هذه الفيالق جنوبا وشرقا وشمالا. لكن ما هي يعني عقبات أمام حركة طالبان؟ داعش ليس فقط هي شيئا خطيرا، وإنما بدأ الحركة وعلى حسب المعلومات أنها تعادي التواجد السلفي في أفغانستان، وهو أمر يعني ليس لا يستطيع ولا تستطيع حركة طالبان أن تلاحق كل من يعتقد فكرة سلفية في أفغانستان، خاصة في شمال أفغانستان وفي شرق أفغانستان. طيب، هناك مئات وعشرات المئات من المواطنين الأفغان يعني يحبذون أو يرجعون إلى فكر السلفي وليس داعشي. فكل هذه هي المشاكل أمام حركة طالبان، مشاكل كثيرة أستاذ عبد الجبار، لكن المشكلة أنه حركة طالبان ما زالت يعني تستخف إذا جاز التعبير بهذا التهديد. هي تقول شكرا، لا نريد المساعدة لا من الولايات المتحدة ولا من أي جهة أخرى، نحن قادرون على التصدي لهذا التهديد. وتقول أيضا أن هناك تضخيم لقدرات تنظيم داعش داخل أفغانستان وكل هذه الأمور. طيب، إذا كان الجيش الأفغاني ما زال في مراحل إعادة التنظيم والهيكلة وإلى آخره، وإذا كانت الهجمات مستمرة، على ماذا تراهن هذه الحركة؟ على ماذا تراهن لوقف هذه العمليات التي كما أشرنا ما زالت مستمرة؟
بطبيعة الحال حركة طالبان لحد الآن استطاعت أن تقضي على أو أن يعني أن تصل إلى خلايا الموجودة في ولكن هذا لم يوقف الهجمات سيد عبد الجبار. الهجمات مستمرة بشكل شبه أسبوعي تقريبا. نعم، حركة طالبان تؤكد على أنها يعني استطاعت أن تعتقل مئات العناصر لتنظيم الدولة، لكن هجماتها لا زالت موجودة والإمارة تؤكد على ذلك، لكنها تراها أنها ليست بدرجة أنها تعرقل يعني أمن أفغانستان أو على الأقل أمن التي يقدمه. يعني لا أدري ما هو الذي يعني يستطيع. لا 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 ننتظر أن يكون هناك يعني أمرا حتميا على القضاء على داعش، وإنما إذا وهذا ما تؤكد عليه حركة طالبان أنها تقارنها بتواجد داعش في أفغانستان قبل وصول حركة طالبان إلى السلطة وبعدها. كان هناك تواجد داعش في العاصمة الأفغانية كابول، كان هناك تواجد يعني هناك هجمات عنيفة وهناك وصول إلى مواقع يعني مواقع أساسية ومواقع مهمة عسكرية وحكومية في أفغانستان، لكن بدأ داعش يعني يغير سياستها، بدأت تهاجم المساجد، وبالفعل بدأ الآن رجال الأمن يحلقون حول المساجد وبدأ التفتيش في دخول والخروج من المساجد، وكذا هذا غير منتظر لدى حركة طالبان. وترى أن مساجد لها القدسية ولا أحد يعني يتجرأ على الهجوم في المسجد والمصلين. طيب الآن مع استمرار هذا الوضع المدنيين وليسوا لماذا لا تزال الحركة ترفض، البعض يقول تكابر بأنها لا تحتاج إلى المساعدة الخارجية للتعامل مع هذا التهديد، لماذا يعني هي متمسكة بهذا الموقف برأيك؟ لا زالت حركة طالبان يعني هي محسوبة على القراءة الدينية المتشددة للجناح العسكري، ليس فقط في هذه الناحية أنها لا تعول على يعني على الدعم الدولي، وإنما في جميع المراحل أو يعني مجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية كذلك. لا زالت حركة طالبان ترى أن يعني الجناح العسكري، أقصد وليس كل الحركة، الجناح العسكري والمقاتل العسكري الذي وصل إلى الحكم قوة في أفغانستان يرى أن كل دعم يرفضه جملة وتفصيلا، والحركة تحتاط إلى أن يكون وراء الكواليس هناك يعني مشاورات وهناك يعني نقاشات بين قيادات حركة طالبان وبين المجتمع الدولي، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو دول المنطقة ودول الجوار، ولعل اجتماع موسكو بعد أيام سيكون هناك أكثر نقاشا حول المواضع الأساسية، منها أمن أفغانستان وكذلك المشاكل الاقتصادية التي تواجه حركة طالبان في أفغانستان. وبالإضافة إلى ذلك لا زال هناك ليس هناك أي اعتراف على حكومة أفغانستان، فلعل القراءة المتشددة ولعل كذلك أن المقاتل لحركة طالبان يرى كل الدعم يعني تدخلا في أفغانستان، كل هذه لم تأتي يعني بصورة عاجلة، وإنما الحركة الجناح السياسي يحتاط مع الجناح العسكري حتى لا يكون هناك انشقاقات في قراءات لحركة طالبان. كان هناك يعني اختلافات لرؤية حركة طالبان تجاه قضايا مهمة، تشكيل الحكومة الشاملة، قضية المرأة وحرية الإعلام وما إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك يعني مقاتل حركة طالبان أو يعني تعاونها مع الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية في أفغانستان. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الجبار بهير، مدير مركز المركز الأفغاني للإعلام والدراسات، كان معنا من كابول.